عندنا مشكلة، مشاكل ما هي مشكلة. أول شيء ما صلحت الكفر، بناشر مقفلة اليوم. الشلال اللي أحبه جاينا صوره الحين مقفلين الخط القديم اللي كان يدخل بين المزارع والبيوت. واضح إن السواح ازعجوهم زي ما الحشرات الحين ازعجتهم، فحاطين مواقف جديد عشان تمشي على طول النهار بيدك 3 كيلو رايح 3 كيلو راجع. مشكل واجد. ها ايش رايكم انتم خوياي؟ عاد خويا الرحله في شلال، بس عني هنا 5 ساعات. الشلال هذا حجزت اصوره انا وابو يوسف عام 2015، حطينا قرعه بين موقعين لانه انتهى الوقت، فصارت القرعه المكان الثاني ما صورناه. رجعت عام 2017 انا وابو حارب، فقلت على طول انا وابو حارب من نزلنا ايسلندا على طول الى الشلال، قلت تكفى هالشلال ابيه. سبحان الله، قبل ناصله تعطل السياره، سياره جديده بس الظاهر صينيه، يخرب الجير ونقعد نتحرى المساعد ومتى تجي الصيانه وحاتنا حاله. قضى الوقت الوكاد ورجعنا ولا صورته. شلال غريب هذاك، بس انه عني الحين 5 ساعات. ايش رايكم صدقون بلشت؟ المنيو كبير والخيارات كثيره بس بلشت. كأني سافرت إلى بلد آخر، ما أزال في أيسلندا. هذا التنوع الطبيعي المذهل اللي أتكلم لكم عنه، كل أشكال التضاريس في العالم تجتمع هنا في جزيرة واحدة، جزيرة أيسلندا. صحراء بركانية سوداء جرداء خالية من كل أشكال الحياة. يمكن تحسون المكان صعب ووعر وقاسي، لكن صراحة فيه شلالات من أروع وأجمل الشلالات بأيسلندا. رايح أنا إلى وادي الدموع. يا أهل البرادو، إيش رايكم موتركم يقطع هذا ولا لا؟ طينية وثلجية. الرخ والعيال هلاش. شوف شوف هذا المعدلات الرفيعات، شوف شلون هالش هنا. ها يستريح هنا البرادو؟ ايه ما قصر، قربا خليه يريح هنا وانا اروح على رجليني اكمل نص كيلو يمكن. حنا بالموقع المناسب. معلومة العشاق ايسلندا، انا صراحة توي ادري ان طريق الهايلند اللي يدخل وسط الجبال ويبدا من عند شلال وادي الدموع تقطيع الانهار وكالاماكن هذيك مقفل. اتوقع انه بمنتصف 6 او بنهاية شهر 6 يفتحونه. أنا زرت أيسلندا بشهر 7 وزرتها بشهر 8 مفتوح، الآن شهر 6 مقفل الطريق. وصلت إلى واحد من أجمل وأغرب الشلالات في أيسلندا. ليش جميل؟ شوفت عيونكم. طيب ليش غريب؟ جرت العادة أن الشلالات يجي يلمى مع الأنهار، لا جاء الجرف تكون الشلال. هنا يا جماعة الموضوع مختلف، سبحان الله المياه تطلع من وسط الصخور، ما في أنهار هنا ما تشوف شيء. طبقة سميكة من اللافا، أعتقد سمكه يمكن 10 أو 12 متر، من تحت هالطبقة تطلع المياه فتتكون عشرات الشلالات على طول الوادي. هذا واحد من أغرب الشلالات في أيسلندا، شلال مجهول نوعا ما، ما حد يتخيل أن بهالمكان البركاني صحراء سوداء جرداء يكون شلال ذو المياه التركوازية النقية جدا. هنا ما حد يشغلك، نو درون، هتمشي على العشب، انت هنا تملك الوادي، ما اقول لنا حالي. اما اتعدى وادي الدموع وما اعبي قارورتي منه مستحيل. شفتوا لاحظتوا كيف زراق الماء؟ هذا لو ما انت عطشان تبي تشرب. والله شكله صادم يا امزح.
سمعت خير الظاهر بيوسف انه انهبل. يقول حجزت الغرفة بمنارة حقت مراقبة مهجورة. بصلي مزرعة الظاهر نصوامع قمح. يقول غرفتك رقم واحد، الرقم السري 3-1. ايوه اي والله. مو معقول يا ابو يوسف، يا الله شغل فخم يا جماعه، بعد الا التحفه هندسيه، والله سعه صدر وتجربه جديده. شو الفن هذا؟ هذا تصميم هندسي جديد. خل اوريكم تكرمون دوره المياه، ساحة حلوة، كل شيء عندك. أنا جهزتها صراحة هالخرسانة رهيبة لمعتها، مغسلة. خذوا من الأفكار الحلوة، لاحظوا الإضاءة شلون رهيبة وغير مزعجة. ليش؟ لأن مخفية. شوف والله فكرة حلوة، مع أن المساحة صغيرة لكن كل شيء موجود عندك، حتى المطبخ. تتوقعون بو ثلاجة بعد؟ اي والله هذه الثلاجة تصميم صراحة يفوز. هالخزان المبروم يستاهل تقرير. شوفوا هذا الغرفة رقم 2، هذا الغرفة رقم 3، يعني احلى اطلال على المزرعة. غرفة رقم 4، 5 غرف بهالبرج المبروم. صراحة حركة مميز جدا جدا. أقول أشوى أني بغرفة رقم 1 مني برقم 5. إطلالتها مزية، لكن الله يعينهم على الدرج. شوف الترتيب هناك شلون، كل غرفة لها موقف خاص. يا صباح الخير على الجميع. الله 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 الله، بصراحة من أميز ما سكنت بأيسلندا برج المنارة، تحفة هندسية ونومة جدا هنية. أمس قلت كم 5 غرف، هن 4 غرف، هذه حسب غرفة. طلعت جلسة زي ما تشوفون، وأحلى إطلالة على المزرعة. ومن هنا الفقر الأهم المنتظر يوميا، اقلبوا الجوال واستمتعوا بأحلى تصوير. صراحة كحيلانة بدعت أمس في شلال جولفوس وكذلك وادي الدموع، مشاهدة ممتعة يا الحبيب.
اخيرا لقيت لي بنشر. اي والله الكبرى اللي بالشنابو في 3 ايام تحت البناشر اليوم. كان غريب والله يا جماعه، البنشريه بنت كان عمره والله 28 سنه تشتغل بنشريه، شكله بعد حريفه ما شاء الله عليه. شوف الكفرات العملاقه، صغر الجنط وكبر الكفر. يا الله بالله هذا يمشيها من هنا بايسلندا، ثلوج وطين وحرات. يبدو لي ما عندهم رجع هنا تيوبس. طبعا عندهم تيوبس بس تقول لي اذا صار الكفر زين وجديد حرام تيوبس نسوي له رجع داخلي. دلعت هالكفر، ليش حطت خط؟ شوفون الخط هذا ليش حطته على الإبرة؟ يمكن علشان ما يحتاج ترصيص. أي يمكن عشان ما يحتاج ترصيص. بسم الله. تسأل أنت تقولي عندك ممنوع على مرة تسوق السيارة؟ قلت لا لا الحين مسموح، الجميع يقود السيارة. الله لا يوريكم الرقعة 225 ريال. إذا هذه الرقعة أجل الكفر بكم؟ يا جماعة الأيسلنديين يتحدون العالم بجودة لحوم الخرفان عندها، يقولون حنا أحسن خرفان بالعالم. لأنهم يطلقون بالبر من يدخل الربيع لين ينتهي الخريف تقريبا 4 أو 5 شهور، وهي كذا ترعى بهالجبال تأكل من الأزهار وهالربيع ولا تشرب إلا من هالملقرح. شوف 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 الخروف الأيسلندي ما شاء الله تبارك الله. يا أخي أقل انعجه مع 2 أو 3، شوف هذه الظاهر ببطل 2 ومع 2. لا إله إلا الله، كذا يجيك مربرب وقصير. هل بتشوف انه بكل مكان حتى داخل يعني الجبال الايسلندية بمكان نائي يطلقونهن يخلونهن. لا جاء طال عمرك من يدخل الصيف يطلقونهن، لا جاء اشتا راحوا جمعوهن بالدبابات وبالخيول قلوا لقطون. يا غالي معليش من المديره، ايوه تري ورايك سمعنا صوت من هالدركتر اللي معي صوت هالديزل ما سمعت صوته.
يا جماعة نفس جاكيتي. هلا بالمطارات وربشة المطارات إلى وجهتنا الثالثة والحافظ الله وداعا أيسلندا. تدرون ايش أحسن شيء صار لي هنا بصراحة؟ تفاعلكم الرهيب. اي والله الله يونسكم بالعافية يا حي قيوم، يخليكم يسلمكم، مشاعركم تعليقاتكم تفاعلكم والله العظيم انه احد النعم بالحياة وسبب من اسباب السعادة.